مين اخر واحد هون؟ مرحبا دكتور. لمظبوط انا مش عارف شو بدي اقول لك. كل الوقت راسي بضل يبرم ويفتل يبرم ويفتل بدون توقف. شوف، هاي مش اول مره بصادف هيك مشكله. هاي ظاهره اسمها التصوين. التصوين هي عمليه البافرينج بالانترنت. اوه، اللي بتشوفها على الشاشه لما تكبس عشان تشوف فيديو. انت مش بحاجه لفحوصات، انت بحاجه ل 100 ميجا من بيزك. تقدم ل 100 ميجا من بيزك وبتنحل المشكله. ينتقل البيت لسرعة 100 ميجا، ننضم إلى إنترنت بيزك بسرعة فائقة 100 ميجا ونتمتع من مشاهدة بث حي ستريمينج وفيديو بجودة عالية. للمنضمين الآن 100 ميجا ب100 شيكل. بيزك، الأفضل في البيت، خاضع للأنظمة.